والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. باقة من الأخبار الاقتصادية بصحبة دينا شرف. إليك دينا. شكرا لك محمد، شكرا لك سحر. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. قالت وزارة العمل الأمريكية إن أسعار الواردات سجلت أول انخفاض لها في 7 أشهر في يوليو الماضي، وذلك بفضل انخفاض تكاليف الوقود والمنتجات غير النفطية. وأظهرت البيانات أن أسعار الواردات تراجعت الشهر الماضي 1.4%، وهي نسبة أكثر من المتوقع بعد ارتفاعها 3% في يونيو. ويأتي التقرير بعد مؤشرات أولية أخرى على أن التضخم قد بلغ ذروته، إذ ظلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة دون تغيير في يوليو بسبب الهبوط الحاد في تكلفة البنزين بعد ارتفاعها 1.3% في يونيو الماضي. وإلى أسواق المعادن النفيسة، استقرت أسعار الذهب واتجهت صوب تسجيل رابع زيادة أسبوعية على التوالي في ظل ضعف عام للدولار الأمريكي، واجهته ضغوط من زيادة العائد على سندات الخزانة. وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 1789 دولارا للأوقية. ومحليا شهدت أسعار الذهب هبوطا ملحوظا بحوالي 12 جنيا، ليسجل الذهب عيار 18.890 جنيها، عيار 21.833 جنيها، عيار 24.187 جنيها، وأخيرا وصل جنيه الذهب ل 8304 جنيهات. وفي أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط مع اتجاه عقود الخام صوب تسجيل مكاسب أسبوعية مع انحصار مخاوف الركود. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 3% ووصلت إلى 99.26% دولارا للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3% إلى 94 دولارا للبرميل. وانخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.1% لتصل إلى 3.48 دولار للتر. كما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.16% لتسجل 8.77 دولار لكل مليون وحدة حرارية. أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك على توقعاتها لنمو الطلب على النفط العام 2023 عند مستوى 2.7 مليون برميل يوميا، ليصل في المتوسط إلى 102.7 مليون برميل يوميا. وأكدت أوبك أن إنتاج مجموعة الدول الأعضاء في المنظمة ارتفع بمقدار 162,000 برميل يوميا على أساس شهري، يصل إلى 28.84 مليون برميل يوميا. مع تزايد التوقعات بعودة قيود كورونا من جديد، خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال العام الجاري بنحو 260 ألف برميل يوميا. أوبك توقعت في تقرير سوق النفط لشهر أغسطس نمو الطلب على النفط خلال العام الجاري بمقدار 3.1 مليون برميل يوميا، ليصل متوسط الطلب الإجمالي على النفط إلى 100 مليون برميل يوميا هذا العام، مخفضة بذلك توقعاتها في تقرير لشهر يوليو والذي قدرت فيه تزايد الطلب على النفط للعام الجاري إلى 3.36 مليون برميل يوميا، ليبلغ إجمالي الطلب بحسب التقرير إلى 103 مليون برميل يوميا خلال 2022. وتتناقض توقعات أوبك مع وجهة نظر وكالة الطاقة الدولية التي رفعت في وقت سابق توقعاتها للطلب في 2022، مشيرة إلى زيادة استخدام النفط لتوليد الطاقة. وفيما يتعلق بعام 2023، أبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب على النفط عند مستوى 2.7 مليون برميل يوميا، ليصل في المتوسط إلى 102.7 مليون برميل يوميا. وذكر تقرير أوبك أن إنتاج مجموعة الدول الأعضاء في المنظمة ارتفع بمقدار
مقدار 162 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 28.84 مليون برميل يوميا، متوقعا انتعاش الطلب على النفط ليتجاوز مستويات 2019 هذا العام حتى مع ارتفاع الأسعار. وكالة الطاقة الدولية قالت في تقريرها إن درجة الحرارة المرتفعة في الصيف وارتفاع أسعار الغاز عززت استخدام النفط في توليد الطاقة، مما زاد الطلب، لكنه يخفي مواطن ضعف في الاقتصادات التي تعاني من مخاوف الركود. وتوقعت الوكالة ارتفاع الطلب على النفط في عام 2023 بنحو 2.1 مليون برميل يوميا ليتجاوز مستويات ما قبل الوباء. ووضحت أيضا أن معروض النفط العالمي يسجل مستويات قياسية جديدة في يوليو متجاوزا مستويات ما قبل كورونا. ختام أخبار اقتصاد.